بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر أن خلال ساعات الليلة الماضية طبعا برميلين متفجرين على مدينة اللطام بريف حماة الشمالي أحدثا دمارا هائلا. طبعا هنا منازل سويت بالأرض، هذه منازل سويت بالأرض، هذه أصل المنازل 10 7. إذن هذه هي أسطح منازل سويت مع الأرض تماما من جراء سقوط برميلين متفجرين دفعة واحدة على مدينة الأطام بريف حماة الشمالي الليلة الماضية.